السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد، معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح نكمل فيه رننا للصوريا رن السوبر اكسبرت في ماريو ميكر 2، سحبنا عليها فتره طويله والان راح نكملها والمرحله 81 ويلا ما حتخلصها. اوه طولت فيها بس جبتها في النهاية. ونب 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 ما في ونب قهر. اوكي لا لايك ولا بو. المرحلة التالية دقيقة وثانيتين. ما في شيء متخبي، نعطيها محاولة ونموت في المنشار. اوكي اوكي اوه ماي جاد، انا خايف من السقف. وشو ان الثانيه ما فيها جناحات. اوه اقدر اجمع ونبات صح؟ يوش انط على البيتل، في بيتل ثانية بعدين. اوه ليكون احتاج الكوب عشان انط. طيب خلنا نرجع. في كماشة. نايس نايس نايس. خاف من المنشار. ماي جاد ماي جاد. تشيك بوينت 2 نايس يا كلب. صدم عيشتي صدم عيشتي، حسب يطلق صاروخ طلع يطلق كوبات. او ماي جاد. مش بمبارات بليز. او ماي جاد. نايس الفوز. اوكي يس جمعت ونبات. نايس اول مره اجمع ونبات وما اموت. يا الله لايك. المرحله التاليه ليش 6 دقائق؟ اوه اوكي اوكي ما توصلني اللعبة. يبغالي باو سوتف. طفي الكومنتات عشان ما تخرب علي. يبغالي باو عشان انزل تحت واخذ القرش. ما ادري وين الباو. فوق فوق اوكي فوق يسار. الارواح مغطية عليه نروح كذا. حلو اوبا. والله نطة صعبة، أصعب من شكلها. هنا ننزل يسار. حلو ونفجر الباو، ننتظر اللافا تطلع وتنزل. ننزل مع اللافا ناخذ القرش واشغل اشغل اشغلها. اوكي اوبا.
حلو. احتاج السبرينج ولا لا؟ ليش ما اعطيني السبرينج؟ ما تحتاجه ولا لا؟ المربع مكان امن. اوكي اوبا 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 احا احا. اوكي من تحت من تحت. ليش العظوم؟ انا احس اني ما احتاج السبرينج. اوكي تشيك بوينت نايس. تشيك بوينت. اخذ تشيك بوينت. اوكي ابغى تشيك بوينت ثاني. من العجله ناخذ الشلمت. اخذ الشلمت الثاني ولا سبرينج؟ الشلمت الثاني اقدر اخذه بعدين، بس باخذ معي سبرينج الان. لحظه وين اروح فوق؟ اوه انتهى طريق السبرينج هنا. لازم اسوي سبن. حلوين حلوين. حسبت سريع. كماشة. يا ساتر يا رب. اوكي انط من ده. اوكي اوكي. اوتش. اوكي. يحيون. راحت كل البربات. الوقت. اوكي راح يسار. وداعا يوشي. تشيك بوينت 2 الله يخليك. اوكي اخذ المفتاح. في اثنين فوق ما انتبهت للي فوق يغير لهذا. حلو وصلت مرة ثانية هنا ومعي كل اغراضي، المشروم والشلمت. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. تشيك بوينت 2. هذا اتوقع مشروم. اوكي توقعت. يقربني مرة من الشوكة. كماشة. حلوين. نزل تحت. يسار برضو يسار زيادة يسار. معليش على الستات بس لازم اعرف انا وين الطريق. يسار بعد. اوكي هذا مفتاح هذا مفتاح. اطلق. يوديني فوق عند البايب الاصفر. اوكي اوكي شفتها. بعدين ما
نسيت ان العلم الاساسي فيه لا بد ارتفع. اوكي اوكي ما اعدي من فوق، ما اقدر اعدي من فوق صح؟ اسوي جراند باوند عند ال، اعمل نفسي ميت هنا. حلو، بعدين لا الحين كيف اعدي هنا؟ اوه لازم، اوكي زي ما قلت لازم اكون صغير من تحت. استنى شوي، حلوين حلوين. لوكيتو 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 نجمة. يا ساتر يا ساتر يا رب. إنقاذ الأرض. يا الله كيف أصلا كيف اتدمجت وأنا مسوي جراوند باوند على مين ضربني؟ 9 دقايق. يا ساتر. يلا لا لايك ولا بو. المرحلة التالية 33 ثانية. المراحل زي كذا اللي لايكات واجد ترى أخاف منها تموت كثير. بس نعطيها محاولة. ليش لا؟ واو زي كذا أقدر أوقف هنا. إيه يا شيخ. أوه ماي جاد. لما تخلص اللي تحت الآن. طقتين. أوه ماي جاد. أشوف إنها البطيئة. اوكي بنط على هذه. قريب يا اخي الشوك مره قريب مني. ما ابغى اطلع منها واخسر الارواح اللي جمعتها اوريدي، وانا اوريدي خسرت ارواح واجد. تكفى أرجوك أرجوك أرجوك. خفت كل شيء وقف. طلع مقلب الفوز. أوكي والله حلوة المرحلة صراحة، بس مت 3 موتات عند البيت الكبيرة وكم حياة كذا عند البوت. يلا مو مشكلة. المرحلة التالية الورد ريكورد 27 ثانية في البداية. نطة ثلاثية. فوق نطة منشرات. تأخرت 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 تأخرت. بومب سبين بومب سبين. بامب سبين. تكفى تكفى أرجوك. هي كمان ونبات. ياس 15 ثانية. خلاص فوز 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 فوز. ياه ما يبتايت وفيها ونبات. بس حرام خسرت ارواح، يعني الموتين عند الثلاثية ما كان لها داعي صراحة. يلا لايك.
مع ان فيها نطب لاين بس يلا. المرحلة التالية، انا اخاف جدا من المراحل اللي لعبوها كثير وما حد خلصها، تخوف مرة تخوف. حلوين، ناخذ العشرة. شكرا. يمكن اني خايف بزيادة. نفتح هذا، ما باخذ العشرة اللي تحت. اوه مشروم، شكرا. افتح الانف ولا لا؟ اوه هنا لازم اتدمج. في 50 بس صعب اخذها. توني انتبه ان هذه سنيك بلوك تدخل في البرنر. اوكي حط المفتاح. الحمد لله كيف عدي؟ اخيرا اخيرا طولت والله. ثوان بات. اوه بال 50. طيب حلو. اوه نطة صعبة. اروح من الباب ولا اروح وين؟ اوكي نايس 10. ما اشوف فوق يا اخي كمان. يلا رجعنا من جديد. اروح فوق ولا اروح؟ ما ادري والله وين اروح. طيب خلينا نشوف مكان، ما ادري اي باب اروح. بروح من تحت. او اخذ الباور اب وارجع. البسها ولا استعملها في الاون اوفات؟ ما ادري. الله ما ادري. اوكي ندخل. وداني فوق يمين فوق يمين فوق يمين فوق يمين. اوكي اوكي فاتتني شلمت. يس ختمنا الثالثة. فوز. اوكي اتوقع اتدمج صح؟
لأن في مكان تحت مستحيل أعدي وأنا كبير. هذا المكان حلو. حرام باور أب، كيف مت؟ لا عشان كذا ما حتخلصها. حلو، قدرت أرجع المرة الثانية هذه، لكن المرة ذي جيت ومعي الشلمت، دمجت نفسي عند الشلمت ولبستها وأنا صغير. أوه ماي جاد، نجيب العيد عشان هنا لو دمجت فعندي دامج بوست. اوكي عادي اروح انا كبير والفوز. والله يعني مرحلة ترى مو سيئة، بس موتاتي فيها كانت تقهر صراحة، وما ألوم اللي ما يخلصها لأن إذا مات موتة مرة بعيد فما راح يرجع يلعبها من جديد. يلا لايك ليش لا. المرحلة التالية الورد ريكورد دقيقتين تقريبا. اوكي الباب يدخل، مفاتيح مش مفتاح واحد، مفاتيح واجد. اوكي مفتاح، بس احتاج اكثر من مفتاح لان شفت بيبان واجد. اوه قتال زعماء. اوكي شكرا. شكرا، جمع منبات ونبتي الأخيرة. حلو نروح مع البايب الأزرق. بوم بوم يطير. انزل انزل انزل، تكفى تكفى تكفى. مفتاح ثالث. برضو مفتاح. تعال يا سبايني. خلصنا كذا؟ طير. وداعا. هنشوف يمين يمكن في والله بايب. برضو بام بام. اوكي كيف تدخل فيني كذا؟ كمان مو والله مو بعدل، والله مو بعدل. اول شيء تخلص من الزباله هذه، بعدين راح اجمع كل المفاتيح الثانيه. حلو جمعنا كل المفاتيح، الان ندخل للبايب. اوكي وانا بخللك بورب، برضو خللك. بعد ما خلص المرحلة اعطاني بورب. توقع فوز هنا واضحة.
البوس فايس كلها بدون بوارب، بالأخير حط لي بوارب. أوكي بس برضو مرحلة حلوة. المرحلة التالية اثنين واربعين ثانية. مشكلة ما 3D World الفيزيكس فيه غريب، عشان كده أنا خاف من 3D World. ليش حاط الافكتات يا اخي؟ يعني 3 4 5 ما ادري هل اوصل اصلا. ما يدخل. اختيار بايب ولا بس هذا البايب اللي يدخل؟ كمان عاد هذه كيف تنط اصلا؟ اتوقع كذا ان يكون في الهواء. يقل حيوان، والله حيوان. وصلت 10، تخيلوا دخلت في 17 وصلت 10 وكل الموتات كلها عند البداية. ومشكلة معند اني ما اسكبها. طيب حيوان، والله العظيم انه حيوان المصمم، والله العظيم انه حيوان مش انسان، مستحيل يكون انسان، ما في انسان يصمم زي كذا اشي. سكيب سكيب سكيب. الورد ريكورد دقيقة اللي لعبوها. ١٨ لايك بس من 100 وشوية. اوه مفتاح. اوكي دخل للباب ولا انتظر بي سويتش؟ لا ما انتظر بي سويتش. بسرعة بسرعة. يا اخي حيوان يا اخي، حتى ما اعطاني فرصة اني ارجع للباب مرة ثانية. حلوين. واو لا تلمس البي سويتش. Don't touch. وين ال ابغى تطلع من فوق. اشوف ايش في فوق. طلع حط المفتاح فوق. اوكي انا جاي معي بي سويتش ليه اصلا؟ خليني البس شلمت اقتل ذولي. اوه افتح بي سويتش اون اوف سويتش. اوكي حلو. تعلق. طيب اجمع نبات. ندخل هنا نطق هذا. اوكي خليني افتح الاون اوف هنا عشان يفتح لي قدامي. اوكي اطق البي سويتش واروح افتح اون اوفات بس انتظر البمبر يرتفع على فوق بسرعه.
اوه فوز نايس. بس قهر ما في ما في ونبات. يلا ونباية واحدة مش غلط. حلوة المرحلة صراحة. أعطيت أبو عشان المدفع. أوكي نسيت بغيت أعطي لايك. المرحلة التالية دقيقة وثانية. اللايكات كثير والله. صح أنتوا عارفيني أبغى أجربها صح؟ لايكات كثير. دقيقة يس يس جيني 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 تعالي تعالي تعالي. ليش العذاب؟ فو تشيك بوينت. اوكي نعطيها سبنايات. غالبا باراشوت. Oh my god! Oh my god! Momentum. لعبة momentum. بسم الله. تشيك بوينت 2 نايس. اخذها معي فوق صح؟ ايزي هذه. اوكي نطات كوبات. بسم الله. اوف نطات على القنبلة الصغيرة. خليك على العلامة العلامة العلامة. اوكي النطة هذه. اوكي فو ياس ونبات. ما توقعت صراحة مرة زي كذا يكون في ونبات. لو ما خسرت فيها ذيك الموتة كان خلصها من أول محاولة. جميل جدا. تستاهل لايك أكيد. المرحلة التالية والأخيرة لازم أقتل كل السبع كوبات. شو الجنب؟ اوكي نايس. هذا كوب ثاني. مشروم. حلوين حلوين. تعرفون ايش كنت ابغى اسوي. حلو حلو حلو. خلني اخلي الشل هنا اروح ادعس ذولي. واسوي ونبات طبعا عشان اشرح لابو منير كيف يجمع ونبات في ماري وورد بسهوله. الزق في الجدار بعدين نط وارمي الشل فوق تتوازن من نفسها. ها فهمت يا ابو منير ولا ما فهمت ولا فهمك زين؟ باقي ثلاث كوبات. ثلاث كوبات في بلاتفورم. اوكي
حلوين. انا كيف ما اتدمجت؟ كيف الى الان ما اتدمجت؟ اوكي هذا كوبا حلو. اقدر اوصل ولا لازم اشيل جنب؟ اوكي في بلوك تحت. اتوقع ان يجي هنا وانا صغير. ها اوكي هذا كوبا. اوكي شو انا لازم اشيل جنب. باور اب نايس. اصبر اتوقع البس هنا يا كلب. صغير ولا كبير؟ صغير ولا كبير؟ صغير ولا كبير؟ صغير ولا كبير؟ في اون اوف كان في الطريق اصلا. حلو رجعنا من جديد هالمره معي باور اب وشلمت وكل شيء وحتى عندي المعلومات اني افتح الاون اوف من هنا. بعدين ما شاء الله ما شاء الله حلو حلوين. اوه وهنا سبنات صدقية. اوكي هذا الكوبا الاخير وهذا الفوز. يس اتوقع ما احتاج اشيل جنب صح؟ بس ما اقدر اقتل الحين خلاص. عندي ونبات عندي ونبات. حرام والله خسرت فيها حياتين اتوقع. جميل جدا ختامية جميلة للمقطع يستاهل لايك اكيد. وصلنا للتسعين. طيب وبس يا شباب كان مقطع اليوم. اتمنى عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهدة زي ما استمتعت باللعب. اشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. سلام.